يلتحق بنا عبر الهاتف زبير وينا، عضو المجلس الوطني لثانويات الجزائر. مساء الخير، اهلا بك سيدي. مساء الخير، اهلا وسهلا. طيب، الكثير يتحدث عن ذهاب عدد من الأساتذة عبر ربوع الوطن بعد ترشحهم، يعني التحاقهم بحملاتهم، حملات يعني الانتخابية، وابتعادهم عن التدريس ودخولهم في عطلة مدفوعة الأجر. على كل، قل لي بصراحة كيف سيؤثر ذلك على سير الدروس، وكيف ترى الحلول التي وضعتها الوزارة؟ طبعا بالنسبة للترشح ولا الانتخاب للترشح، الترشح بصفة خاصة هو حق دستوري. ما نقدروش أي مواطن سواء كان أستاذ ولا في أي قطاع من القطاعات نقولوا بلي هذا حقه يمارس في حقه. لكن الإشكال الكبير هو كاين هناك تذبذب في القطاع نتيجة الغياب تاع الشهر ولا تعويض أستاذ ومن بعد يعاود يرجع لأن كل المترشحين ماشي كل راح ينجحوا. إذا بالنسبة للتذبذب في تمدرس التلاميذ يبقى قائم، ما نقدروش نبرر بأي حل من الأحوال وما نقدروش نوجدوا له حلول ونبرر هذه الحلول بأنها حلول ناجعة بيداغوجية. يبقى دائما عندها تأثيرها، يعني ما لازمش نغطيه الأمور لما تكون سياسية نحاولوا نغطيها كما هو الشأن بالنسبة للإضراب، لأن الإضراب دائما كنا نقولوا بلي يحدث تذبذب في أيام الإضراب، وكانوا الأولياء والممثلين الأولياء في كل مرة يهاجمونا إلى آخره. ونقول ثاني بالنسبة للجانب هذا ولو أنه حق مشروع لكن يبقى ستكون له تأثيرات، عنده تأثيرات طيب سلبية. أبدأ فقط القطاع من جهة، القطاع يعاني من نقص التأطير، يعاني من الآخر، ونزيدوا له في نديروا هذه الانقطاعات وهذه التعويضات إلى آخره أيضا يأثر سلبا. سي زبير روينا، فقط لو سمحت، الوزيرة أعطت ثلاث حلول، أبدأ مع الحل الأول معك. الوزيرة تقول أنه توزيع التلاميذ على بقية الأساتذة داخل المؤسسات التربوية، ألا تعتقد على أنه هذا سيزيد من مشكل الاكتظاظ؟ طبعا الاكتظاظ، حنا نتكلموا على الاكتظاظ وحتى الوزيرة تكلمت على الاكتظاظ وقلنا الاكتظاظ موجود بشكل متفاوت إلى آخره. هذا من شأنه أنه يزيد من الاكتظاظ تاع التلاميذ. وأيضا كاين جانب آخر حتى بالنسبة للدروس، التلميذ اللي يتابع دروس عند أستاذ بشكل معين لما يدخل في نفس المادة لأستاذ آخر ما نظنش باللي راح يلقى روحه بسهولة، لأن كل أستاذ وعنده البصمة تاعه في الطريقة إلى آخره وطريقة الاستيعاب اللي يألفها التلميذ ومن بعد تغير له الأستاذ. هذا جانب، هذا فيما يخص الاكتظاظ. إذا من غير المعقول، أيضا هي عملية طلب وقت، تحدث أيضا ارتباكات وتحدث أيضا في العمل. طيب، أيضا الوزيرة التلاميذ، الوزيرة أعطت حل ثاني، برمجة ساعات إضافية للأساتذة الذين يرغبون في استقبال تلاميذ خارج أوقات العمل. هل فيه أساتذة يرضون بذلك؟ ما نظنش الأستاذ الآن، الأساتذة راهم يشتكي، وإحنا كي نزور الثانويات عند الثانويات الأساتذة اللي عندهم 18 ساعة 20 ساعة يشتكي ويقول لك مانيش نحتاج الساعات الإضافية، ماذا بيا أن النصاب تاعي 18 ما يتعداش هذا. إذا يعني يشكيوا الضغط الكبير اللي راهو في القطاع إلى آخره. ما نظنش باللي الأستاذ راح يرضى بهذه الساعات الإضافية، لأن يبقى دائما حمل آخر وعبء آخر إضافي للأستاذ ما راهوش مستعد. طيب، ماشي ماهوش مستعد باش يقدم، الأستاذ ماهوش قادر باش يقدم أكثر من ساعات، 18 ساعة مفهومة. آخر نقطة، الوزيرة اقترحت الذهاب للأساتذة المستخلفين. طبعا ما عندهاش خيار آخر، الوزيرة لما تقول هذا الحل اللي راهو موجود في يدها في ظل غياب أساتذة ومدارس، يبقى التعويض هذا الاستثنائي في حالة خاصة، يبقى الاستخلاف. لكن ما نقدروش نقولوا ما عندوش تأثير، هو حل مؤقت لغياب مشروع يبقى دائما يحدث الاضطراب ويحدث الأثر العكسي وانعكاسات سلبية بالنسبة لتمدرس التلاميذ والأداء أيضا تاع الأساتذة.
طيب الأستاذ زبير روينة، عضو المجلس الوطني للثانويات الجزائرية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.